إذاعة القرآن الكريم هي الصوت الذي رافق صباحات ومساءات عائلته التي لم تعرف القراءة والكتابة، لكنها عرفت قيمة كتاب الله فدفعت بأبنائها نحو حفظه وتعلم تلاوته التماسا للمغفرة وطلبا للبركة. رحبوا معي بمحمود السيد عبد الله من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى فالصابرون أجرهم بغير حساب قل إن أعبد الله مخلصا له
الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، ومع المتسابق محمود السيد عبد الله من مصر. شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة. الله يبارك فيكم. وشكرا جزيلا لكم لهذا الحضور. الله يحفظك. نذهب إلى لجنة التقييم مع الشيخ عمر، تفضل. شكرا شكرا أخي محمد، شكرا لقارئنا المتميز محمود السيد عبد الله. الله يحفظك سيدنا. فقد أجدت وأحسنت تمثيل مصر العظيمة. الله يحفظك. مصر القرآن، مصر القراء. الله يقول خطأ. مصر الإبداع في تلاوة القرآن الكريم. الحمد لله. حقيقة لا نستطيع أن نعبر ولا أن نصف ولا أن يعني نلاحظ كأمثال هذه التلاوات. الله يحفظك سيدنا. أنت أبدعت وأمتعت ولينت القلوب وشنفت الأسماع. بركات وجودك والله سيدنا. رائعا جدا. الله يحفظك. وزادك الله حسنا وأداء وبهاء وجمالا بالقرآن الكريم. اللهم أمين. فلا يعني أطيل عليك، ربما بعض الملاحظات إن شاء الله لكي تتجنب في الدور القادم بإذن الله تعالى كتمطيط بعض المدود. انتبه، المدود طبيعية فلا نزيد عن طبيعتها، وإتمام بعض الحركات، ربما الصيغة النغمية تجعلك بعض الحركات لا تحافظ على نفس المرتبة في التلاوة في كامل حروف الكلمة. بعضها تقرأ بالتحقيق ثم بالتدوير، فلذلك يكون هناك خلل في ميزان الحروف. أما الباقي أحسنت وجدت، فبارك الله فيك. الله يحفظك سيدنا. وشكر الله تلاوتك. الله يحفظك سيدنا. السيد حسنيا الحلو، يا عزيزي تفضل. شكرا لك، شكرا إلى شيخ محمود. شيخ محمود، أولا تلاوته بشكل عام جيدة. أنا عندي توضيح راح أخذ شوية وقت أكثر هالمرة، مو نص دقيقة، راح أصير ثلاثة أرباع دقيقة. ويحمل اسم محمود، ومحمود الشحات أخي وحبيبي اللي أحييه من هذه المنصة وجائزة العميد، وأيضا يحمل اسم السيد وسيد متولي عبد العظيم. هم أصدقاء سيدنا يعني. أصدقاء سيدنا هو والشيخ محمود. حبيبي. هم أصدقاء يعني. أخويا الكبير ده. ولكن ما تغير بالنتيجة. إن شاء الله. مصر ولودة، مصر أوصلت القرآن إلى أقصى بقاع العالم من خلال الشيخ عبد الباسط، تسجيلات الشيخ الحصري وختماته، أمثال أساتذتهم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وأساتذته، وهكذا بالتالي وصلت. ولكن بالفترة الأخيرة لما صارت الاحتفالات والمحافل القرآنية قلت، وأصبحت المنصة العالمية الأكثر متابعة هي المسابقات الدولية، نرى تمثيل مصر في كثير من الأحيان مو بالمستوى اللي تستحق مصر العظيمة. نعم. بالقرآن الكريم وتلاوة. نعم. نعم. وحفظا كذلك. نعم. ولكن الكلام اللي راح أقوله هذا لا تنبؤ عن جائزة العميد ونهاياتها، ولا ضمان لي شيخ محمود. نعم. قد يغير هذا الأداء اللي أداه شيخ محمود من الإتقاني والجمالي، وش أقول يعني ما أعرف، من الاحتراف اللي أداه، ممكن يغير هذه النظرة اللي ببال حسنين
يا رب. عن مصر أنه لم ترسل خيرة قراءها من الشباب أمثال 27 سنة 28 سنة ويؤدي أداء الكبار جدا، فممكن راح تتغير من خلال سفيرهم القرآني شيخ محمود. الله يحفظه. قلت لك لا تنبؤ لهذه الحلقة ولا جائزة العميد، ولكن هذا الأداء واقعا من جانب نحن صوت ونغم أو يعني على الأقل من جانبي أداء محترفين. الحمد لله. هذا الأداء اللي ننتظره. الله يحفظه. الله يحفظه. وكأنه النغم معجون بصوته وبأدائه ولا يفكر بماذا سيقرأ. الحمد لله. وهذه ماذا تستحق، كأنما هناك انسيابية كما عودنا أساتذتنا الكبار. الحمد لله رب. الراحلين منهم والماضين الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم. مثل مصر خير تمثيل. إن شاء الله نقول هذه العبارة في حال تأهلك أو إن لم تتأهل فأنت أجدت وكنت خير سفير كما قال السيد حسنيان. الشيخ باسم العابدي. أنا بس خلي أعتمد الشيخ محمود، أنا من أتحدث عنه شو ما سوى لي، سوى بس الشيخ باسم العابدي للكل. لا انا كن اختلف، انا صديق شيخ محمود الشحات. كلكم مشايخي. انا ربيب الشحات محمد واساتذتنا يا حبيبي. ومنذ ان نزلنا الى العراق الله يبارك نزلنا في بلدنا والله العظيم. احسك تتكلم في بلدك تتكلمها يعني من قلبك شيخ محمود. والله اول مره تزور العراق. منذ ان نزلنا من المطار في لوحه مكتوب عليها داركم ترحب بكم. ايه الكرم ده؟ مفيش كرم كده. ما شاء الله. حسينا كاننا في بلدنا والله. سيدنا يعني تابعوا الشيخ محمود على اليوتيوب يعني له فيديوهات رائعة. ولا غرابة من هذا الكلام لأنه ربيب كما يقولون هناك رأس الإمام الحسين عليه السلام. فأنت زرت الإمام الحسين، كيف كانت الأجواء؟ قبل ما أجي بأربعة أيام كنت أزوره في مصر، وعندما أتيت لم أصبر على طول، رحت على طول هنا. الله يتقبل إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه أسئلة شخصية درجة واحد. نعم. درجة إن شاء الله تكون كويسة يا رب. شلوني بالمصري؟ تمام ان شاء الله تكون جيده، ولكن هذه اجواء احنا نحبك من خلالها يعني. الله يبارك فيك ان شاء الله. السيد كريم موسوي تفضل. كنت انيقا، كنت جميلا، انت محترف بمعنى الكلمه. الاستاذ عماد رامي تفضل. انا لا ازيد عن الذي قيل، ما خلوا لي كلام. ما شاء الله محترم. احترافك مبين سماء في وجوههم. إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله موفق يا رب. حياكم الله. الله يبارك فيك. محمود السيد عبد الله من مصر، أخذتنا في سعي وطواف بعذوبة ورقة أدائك. شكرا جزيلا لكم. الله يحفظك.